نتكلم في هذه الفقرة عن مؤتمر إيدك دبي 2013، وهذا المؤتمر اللي انطلق اليوم حقيقة في دبي. بنتكلم عن محاوره، عن الورش والفعاليات المصاحبة له، وأهمية هذا النوع من المؤتمرات، وذلك من خلال ضيفي المتواجد معنا في ملتقانا لليوم، أستاذ طارق المدني، رئيس مجلس إدارة إندكسي تنظيم المؤتمرات والمعارض. مرحبا بك ويانا. أهلا وسهلا. يحييك وسهلا. يعني أكيد بنتكلم عن هذا المؤتمر والشعار اللي حمله هذا العام وماذا يمثله. نعم، مؤتمر إيدك دبي ينعقد للسنة 17 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي. نعم. تحت شعار العلوم والتكنولوجيا. حلو. إلى ماذا يهدف هذا الشعار؟ إلى ماذا ينادي؟ رسالة اللي حابين توصلونها للمجتمع، لأيضا المختصين في هذا الموضوع أستاذ طارق. نعم، طبعا المؤتمر والمعرض متخصص في طب الأسنان فقط. نعم. فالأمل هو أن نقدم برامج تعليمية عن طريق المؤتمر. نعم. لأطباء الأسنان في الشرق الأوسط بشكل خاص وفي العالم كله بشكل عام. المؤتمر عنده اعتراف محلي إقليمي وعالمي. حلو. محلي عن طريق وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي، إقليمي عن طريق الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وعالميا من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان. حلو. فيعطي فرصة لأطباء الأسنان من جميع أنحاء العالم أن يزورون دبي ويحصلون على آخر التطورات في مجالهم. إذن يعني بيشوفون آخر التطورات في عالم طب الأسنان. أكيد هناك محاور تم التركيز عليها، تم طرحها في بداية انطلاقة المؤتمر في هذا اليوم في تاريخ 5 فبراير. ما هي المحاور المهمة اللي راح يركزون عليها الأطباء والمختصين أستاذ طارق؟ نعم، من الناحية العلمية المحاور هي التقويم. نعم. وزراعة الأسنان وجراحة الفك. ومن ناحية المعرض طبعا هي أحدث التكنولوجيا الموجودة لاستخدام أطباء الأسنان مثل أجهزة الأشعة والتقويم وغيرها. دائما هذا يعني هذا المجال، هل تحسون أنه في قصور من ناحية تطور التكنولوجيا من معدات وأجهزة، ولكن ولا تحسون العكس ما شاء الله دائما في تطور مستمر، في أجهزة جديدة تظهر تساعدكم تسهل عليكم أستاذ طارق؟ لا، دائما في تطور مستمر، لهذا السبب المؤتمر والمعرض ينعقد كل سنة. كل سنة. نعم. لأن دائما في جديد. نعم، دائما في جديد، خاصة في المعرض، التكنولوجيا تتطور ما شاء الله. حلو، ما شاء الله. إذا بالنسبة للدول المشاركة، تحدثنا عن الدول المشاركة في هذا المؤتمر المهم. نعم، في المعرض في عندنا 17 مشاركة رسمية حكومية من دول كثيرة، منها البرازيل وكوريا الجنوبية وبريطانيا والصين وسويسرا، وأكبر مشاركة اللي هي كل سنة من ألمانيا. لكن من ناحية الأطباء اللي يزورون المؤتمر والمعرض في عنا من 130 دولة، منهم يحضرون المؤتمر وفي نفس الوقت يحضرون المعرض عشان يشوفون شو أحدث التكنولوجيا الموجودة. طيب بالنسبة لتوقعاتكم، هل هناك توقعات؟ أكيد في توقعات لمثل هذه المؤتمرات وهذه المعارض، شو تتوقعون لهذه الدورة لهذه السنة للمعارض؟ من ناحية الحضور متوقعين 30,000 طبيب من جميع أنحاء العالم، وسجلنا زيادة 15% في المعرض. نعم. وفي عدد المحاضرات اللي تكون في المؤتمر في نفس الوقت. حلو. انزين، هناك لكل معرض وكل مؤتمر هناك فعاليات وورش مصاحبة. نعم. تحدثنا عن هذه الفعاليات، إلى متى ستستمر وأوقاتها وشو راح يدور فيها هذه؟ نعم. الفعاليات المصاحبة. ورش العمل العملية اللي تصاحب مؤتمر إيدك عملية توجد. عملية. نعم. هي سبقة المؤتمر 3 أيام قبل المؤتمر، اسمها الملتقى العالمي لطب الأسنان، ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان. جميل. ففي أطباء من الشرق ومن الغرب يعرضون أحدث التطورات ويخلون أطباء الأسنان يجربونه، يعني نسميه احنا هانزون اللي هو عملي. وفي خلال المؤتمر في عنا زيادة في الادفانسد دنتال كورسز اللي هي ترجمها الكورسز شو الكلمة؟ ادفانسد دنتال كورسز يعني تصير يعني المتقدمة، يعني نعم الدورات المتقدمة في طب الأسنان المتطورة. نعم نعم. فهذا من ناحية في ناحية المؤتمر. حلو. في نفس الوقت في عنا الاجتماع العلمي العالمي لطب الأسنان. نعم. اللي هي تعتبر الجهة الحاكمة العلمية لمؤتمر ومعرض إيدك دبي. حلو. فيها مشاركين من 20 دولة، جهات حكومية. نعم. وجمعيات
جهات مختارة من شركات اللي هي المنتجة لتجارة طب الأسنان. حلو. يتحدثون عن آخر التطورات ويتكلمون عن سنة ورا سنة شو ممكن نضيف لمؤتمر ومعرض إيدك. حلو. الاجتماع هذا بيصير للمرة العاشرة السنة هاي في 2013. حلو جميل جدا. هل هناك نقطة حاب أنك تضيفها، كلمة حاب توجهها بخصوص كل من يهتم في هذا المجال طب الأسنان وهذا المؤتمر والمعرض المهم اللي يقام في إمارة دبي أستاذ طارق؟ في البداية بغيت أشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لرعاية الكريمة والمستمرة للمؤتمر. نعم. وللجهات الحكومية اللي دعموا مؤسسة إندكس مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. نعم. اللي قدموا لنا صراحة كثير من التسهيلات اللي بدون مساعدتهم مو ممكن أن نستضيف العدد الكبير هذا من الأطباء الأسنان من حول العالم. من شتى أنحاء العالم طبعا. نعم. نعم. ضرورة هذا التعاون، هذا النوع من أوجه التعاون وجميع الجهات فيما بينها أكيد في النهاية يعني تنتج من وراها هذه الثمرة، ثمرة إقامة هذا النوع من المعارض المهمة على أرض دولة الإمارات، وأنها تكون مركز يستقطب هؤلاء الناس من كل أنحاء العالم والمختصين اللي تساعد في تطور أي مجال كان. نعم. هذا يعني دور أكيد أساسي ومهم. نحن حابين نشكركم الأستاذ طارق المدني رئيس مجلس إدارة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، كل الشكر لكم، كل الشكر على جهودكم على إقامة مثل هذا النوع من المعارض المهمة. شكرا. شكرا جزيلا. إذن